وصينا كنقطن في حي النجد تابع لحي مبروكة تابع المقاطعة نتاع كيليز ملحقة الحي العسكري. كي كنلاحظ ان المواطنين في الحي عندنا وفي المناطق كلها هي اللي خاضعة لهذه المقاطعة كاين واحد السيد اللي هو مقدم نتاع الحومة يعني كيعرض الناس لواحد النهب اللي خطير جدا بحيث انه ما تيسلمكش شي ورقة ولا يسلمك شي وثيقة ديالك اللي هي حق من حقوقك الا بعد ما تعطيه 21 درهم ولا 50 درهم ولا. وانا لاحظت انه كاينين دوك العيالات اللي خدامات في الحمام اللي هما غير طيابات وعيالات يخدموا غير بالعرق الجبين ديالهم حتى هما كيعطيو الفلوس باش يصابوا واحد الوثيقة ولا شي حاجة. وكنا تنتظروا دائما شي فرصة باش نجدوا بهذه العملية هذا وباش ندعيو ان الناس يلتفتوا شي شوية لهذاك السيد ويشوفوا اشنو تيدير وتعيط ليه وتشوف اشنو كيدير وعلاش تياخذ هذيك الرشاوة باش يسلم الناس وثائق اللي هي حق من حقوقهم تيضمنها لهم الدستور. وشكرا.